السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، وين يضغط على غوارديولا ويكسب دعم جماهيري كبير بعد الاداء تاعو. نقولوا باللي وين عندنا مشجعين حتى من انصار، حتى من الانجليز، من ايطاليا، من يعني من كل وين ما يلعبوا الجزائريين، وين عندهم انصار مناصرين تاعهم وين يشاهدوا المباريات. يعني كيفاش الانصار تاع الانجليز وين هضروا على المباراه تاع النيجر، هضروا على رياض محرز. كيفاش السيت تاع مانشستر سيتي وين سخر من انقطاع البث، يعني شو كيفاش بالخط طاب 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 خرجوها عندهم، وين يضحكوا يعني على انقطاع البث، مش يضحكوا على الجزائر، لا ما يضحكوش على الجزائر، ضحكوا انقطاع البث يعني في ادغال افريقيا. شو كيفاش حنا وين يبدو ان الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي سيستعيد مكانته في التشكيله الاساسيه للفريق خلال هذه الفتره، خاصه امام برالي، وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مواجهته نقولوا باللي في المباريات في كيفاش نقولوا التوقيف الدولي، يعني التوقيف الدات فيفا، وين شاهدنا كيفاش محرز وين كان حاسم مع المنتخب الوطني الجزائري، وين بفك شفارات على المرتين يعني هنا في البليدة وفي نيامي في عاصمة النيجر، وين كان هو صاحب المبادرة في الأهداف. على ذلك نقولوا باللي اليوم وين رياض محرز وين أصبح يقدم مستويات كبيرة، وين أبهر بها الجماهير، وين الجماهير وين أصبحت تدعم رياض محرز وتطلب بإشراكه وتتساءل لعدم ما هو السبب اللي مخلي رياض محرز في الاحتياط. شاهدنا احنا وين شاهدنا وين مانشستر وين راسلوا طائرة خاصة من أجل ارجاع رياض محرز المانشستر، يعني النادي تاع السيتي، وين باش يردوا محرز. وشاهدنا استقبال تاع غوارديولا والحديث المطول مع رياض محرز مع غوارديولا، يعني في التدريبات تاع الامس تاع نهار الاربعاء مع الصباح، الاربعاء مع الصباح شفتها في الفيسبوك انايا في الصفحه الرسميه تاع مانشستر، يعني وين رياض محرز يتدرب مع غوارديولا. راك تشوف كيفاش يعني اللاعب اللي عنده الشخصيه تاعو، اللاعب اللي عنده كيما نقولوا عنده الوزن تاعو في مانشستر سيتي. ناس لما يشوفوا باللي غوارديولا ما يلعبش محرز، ولا يشوفوا غوارديولا راه كاره من محرز، ولا محرز كاره من غوارديولا، يا ودي ما كاش من هذه يا جماعه. يا زي تلعبوا الناس متهمين والناس مقسمين المهامات، عمليه التدوير، عملية التدوير نهار اللي ما لعبش ديبرين، نهار اللي ما لعبش ديبرين في الشامبيون قبل الماتش تاع بوركي تاع قبل الماتش تاع باريس سان جيرمان، في بلاد خرجوا ولا يقولوا كيفاش ما يلعبش. هنايا برك يضغطوا ويراسلوا الناس، روحوا عايروا غوارديولا، روحوا عايروا غوارديولا. يا ودي وين بيعاير غوارديولا؟ راك تزيد انتيا في الهم. هذا مكان وين محرز دائما وين يقولكم انا ما عندي والو، انا ما عنديش حاجه اللي تخرجني، ما كاش اسباب لنخرج منها تحرضني باش نخرج من مانشستر سيتي. كاين انديه يطالبوه، يعني كاين صح رانا نهضروا، كاين انديه، كاين اخبار باللي انديه من هنا بس عشتي، لا راه كاين هو راه يشوف باللي مانشستر سيتي احسن فريق احسن نادي في العالم، هو راه يشوف باللي احسن نادي في العالم. انتوما تشوفوا انتوما تيك توك تشوفوا، يعني عندكم خدمه بهذيك تاع محرز يكره غوارديولا، غوارديولا يكره محرز، هذه هي عندكم خدمه بها هذيك. وين شعلنا وين على بالك محرز يلعب، محرز يلعب ويخسروا، يحصلوا في ديبرين ما بغاش يعطي محرز، محرز يدخل دوزياميطو ويماركي، يديروا بها مسلسل يعايروا غوارديولا ودخلوا من الاولى، محرز يدخل ويخرج دائما محرز هو الاول. وين نقولوا بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال توقيف الدولي، يعني وخاصة وين تكلموا كذلك الأنصار وين في السيت تاعهم خلال خاصة خلال مواجهة المان سيتي وباريس سان جيرمان،
التي انتهت لصالح هذا الأخير بهدفين دون رد، فرغم الخسارة التي مني بها النادي السماوي، غير أن ذلك لم يمنع من تألق قائد الخض في حديقة الأمراء عكس مردود زملائه كيفن وديبرين ورحيم ستيرلينغ وجاك. هذا الأخير قدم أداء باهت ما أثار سخط الأنصار المان سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وين كاين دي فيديو الأنصار في الستاد تاع باريس سان جيرمان وين يعايروا، يعني يعايروا بقوة في اللاعبين أمثال فوندان أمثال، بصح مش عندنا، حنا شاهدنا لي فرونسي في الستاد يصفروا على رياض محرز، يصفروا على رياض محرز، لي فرونسي يصفروا على رياض محرز. هذه هي وين معطيات وين ستمنح رياض محرز فرصة المشاركة بشكل أكبر، لا سيما وأن خاصة وين البرازيلي الذي يشاركه مدرب إسباني كجناح أيمن قد نقوله باللي قد يكون غائب في مباراة غدا أمام برالي، يعني وين لتعويض اللعب، يعني وين نقوله باللي محرز وين غادي يكون البداية تاعو إن شاء الله، نتمناوها من غدا إن شاء الله، وين حصل محرز على أعلى تقييم في المباريات التي لعبها، يعني من حسب أغلب مواقع إحصائيات والأرقام ما يؤكد بأن محرز كان هو الأفضل في كل المباريات التي لعبها في المباراة، يعني نقول بد وخاصة في يعني كان بديل يعني في المباريات اللي يدخلهم شأنه يتحصل على أرقام اللي كانت يعني مشجعة عليه. وكذلك ولاقى ثناء مشجعين مان سيتي، ومن جهة وين أشد مشجعون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالدولي الجزائري رياض محرز بعد المردود الذي قدمه يعني يوم الجمعة ويوم الثلاثاء مع المنتخب الوطني الجزائري، ويعني وين عاودوا رجعوا لباريس سان جيرمان في لقاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات الدور أبطال أوروبا رغم الخسارة المرة لنادي السماوي، مشير أن محرز كان من أفضل اللاعبين في المباراة. وكان جماهير مانشستر سيتي انتقدت بشدة مردود الذي ظهر به يعني لاعبين، يعني يشوفوا بأنهم هما النجوم، وأصبح اللاعب الجزائري أكثر مشاركة في الشامبيونز ليج. وين نقولوا باللي وين قائد الخض محرز وين أشعل مواقع يعني مواقع مانشستر سيتي أنصار مانشستر سيتي، خاصة موقع الرسمي تاعهم، يعني وين تكلموا على رياض محرز بقوة، على بالك وين طالبوا من غوارديولا، وين ضغط من غوارديولا، وين مستغربين كيفاش رياض محرز كل هذا اللعب ويقدم وحاسم مع المنتخب الوطني الجزائري، خاصة وين نقولوا باللي وين ما حدا وين رياض محرز وين أصبح أحسن من نقولوا حنايا من نيمار في الأرقام، من نيمار وميسي من ناحية اللعب الدولي مع المنتخبات الوطنية، وين أصبح هو الحاسم يعني بالأرقام، وين فاز عليهم بالأرقام. نقولوا باللي رياض محرز اليوم وين غادر إن شاء الله بنسبة كبيرة سوف يكون يعني أساسي، نشوفوا باللي غادي يكون أساسي أمام برالي وتكون انطلاقة تاعه. وزادوا وين تكلموا على رياض محرز في الهدف اللي سجله كونت برالي العام الموسم الماضي، وقال سوف نشاهد احسن منه، هذه في السيت تاع الانصار تاع مانشستر سيتي، وقال لك غادي نشاهدوا احسن من هذا الهدف، وين دايرين بالفيديو يعني رياض محرز دائما وين يبغوا يرعبوا، يعني بغات محرز ديفوا ما يلعبش بصح يديروا ترهيب للانديه بصوره تاع رياض محرز ويديروا فيديو تاع الهدف، يعني دائما وين يديروا ترهيب لهذا الانديه. على هذيك نتمنوا ان شاء الله بربي نشوفوا رياض محرز يعني في المباراه تاع غدا، يعني مهم يلعب، احنا نحوسوا يلعب يدير مباريات في رجليه، يكسب مباريات في رجليه، خاطر على مازال وقيلة 29 يوم وقيله ولا شحال مازال على المباراه على المباراه تاع جيبوتي وبوركينا فاسو، احنا نتمنوا له يكسب يعني الثقة يعني يعاود يرجع ديك الثقة تاعه تاع المكانة الأساسية، هو يلعب هو عنده ثقة كبيرة عنده شخصية كبيرة، هو دخل 10 دقائق التالية يدخل يمد لك حوش يفهم، رغم أن الناس كيفاه هاي 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 بصح هو ما يحوش يفهم. تمنوا له النجاح برك هذا مكان.